مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع برنامج المؤشر ومع الفتره الثانيه منه، ونتابع معكم هذه الارتداده التي توقعناها في افتتاحيه هذه الجلسه، وقد كانت ارتداده على مستوى جميع الشركات اللي طالها التراجع في يوم الامس. نتابع المزيد حتى النهايه مع الزميل عايد العنزي من استديوهاتنا في بورصه الكويت. حياك الله ابو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، جلسة ارتدادية إيجابية للشركات القيادية التي طالها البيع في جلسة الأمس، اليوم ترتد بصورة واضحة وشراء قوي جدا على السوق الأول، وكذلك انعكس هذا الأمر على السوق الرئيسي ولكن بأقل حدة. لكن التراجعات الأمس كانت كبيرة بالنسبة للسوق الرئيسي، اليوم لا، صعوده خجول، لكن السوق الأول يتألق وبصورة كبيرة جدا مشاهدينا الكرام، ويرتفع بمستويات جدا ممتازة، وتعكس أغلب الأسهم تعكس اتجاهها بصورة واضحة، وخاصة الشركات القياديه واسهم المصارف بعد تراجعات لمده جلستين وجلس وتراجعات حاده. لكن في هذه الجلسه الوضع جدا ايجابي، ولكن القصه السيوله الضعيفه حتى هذه اللحظه. نذهب مباشره المشاهدين الكرام قبل الاقفال ونركز على الشركات القياديه تحديدا وصعودها في هذه الجلسه، الصعود النشط والصعود الايجابي. والى اقفال هذه الجلسه مشاهدين الكرام، ثاني جلسات الاسبوع، نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى ان شاء الله ان يكون الوضع ايجابي في نهايه هذه الجلسه مشاهدين الكرام واللحظات الاخيره، وما زال الوضع ايجابي. بيتك بيرتفع ب 10 فلوس في هذه اللحظات، الوطني ب 14 فلس، الدولي بيرتفع 3 فلوس له دخول واضح، الدولي جي اف اتش ب 19 فلس، الوطني ب 14 فلس، الصناعات الوطنيه ب 3 فلوس، بوبيان بتكماويات كذلك بصعود. ونلاحظ الصعود الايجابي على كثير من الشركات مشاهدينا الكرام، مستثمرون مستقره، ومزايا بيرتفع ب 19 الفلس. يعني واضح مشاهدينا الكرام بان هناك يعني نشاط لبعض الشركات القياديه، وهذا امر جدا ممتاز، حيث يرتفع السوق في هذه اللحظات، السوق العام يرتفع مشاهدينا الكرام بتقريبا 53 نقطة، وارتفاع للسوق الأول كان 4 نقاط قبل ما اطلع الهواء، حاليا 14 نقطة، 14 نقطة صعودا مشاهدينا الكرام، والسيولة تقترب من 25 مليون و600. نلاحظ المشاريع الكويت كانت بالمنطقة الخضراء حاليا على استقرار، الامتياز 5 فلوس و14 نقطة، الامتياز تغرد عاليا في هذه الجلسة، ميزان ب 4 فلوس، الدولي حاليا 3 فلوس، عقارات الكويت ترتفع فلس و16 فلس، بيتك حاليا في هذه الوضعية الإيجابية، برقان كذلك يدخل المنطقة الخضراء، نور تدخل المنطقة الخضراء بصورة واضحة، وسكرنا حاليا، سكرنا حاليا مشاهدينا الكرام بصعود واضح لجميع المؤشرات، 52 نقطة و19 نقطة مشاهدينا الكرام للسوق العام، ويخترق حاجز ال 5000 بأربع نقاط، بأربع نقاط ونص، خلينا نكون يعني واضحين مشاهدينا الكرام. أما الكمية المتداولة فهي قليلة جدا، 117 مليون 350، بصفقات 7007، بقيم 25 مليون 772، نصيب السوق الرئيسي من هذه السيوله 3 مليون 924، بصعوده ب 13 نقطه و20 نقطه، 4185 نقطه و17 نقطه. لكن نروح للسوق الاول ونشوف وضعيه هذا السوق اللي بصعوده 72 نقطه و17 نقطه، 5470، وبقيم تداول 21 مليون و850. يعني اين الصعود؟ الصعود اليوم كمنا مشاهدينا الكرام في الشركات القياديه، لكن هل راح يكون هناك دخول في اقفال المزاد؟ كل شيء جايز. هل راح ترتفع السيوله في اقفال المزاد يكون هناك نشاط ايجابي؟ كل شيء جايز. لكن اليوم الارتداده يعني نفسيا ريحت المتداول في السوق الكويتي بعد تراجعات حاده لمده يومين، يوم الخميس وامس كانت التراجعات جدا قويه مشاهدينا الكرام، وتراجعات كبيره جدا، لكن اليوم ارتداده بقياده الشركات اللي تراجعت، ارتداده بقياده الشركات الارتجاع، وهي ارتداده فنيه مشاهدينا الكرام بعد تراجعات حاده. نامل ان شاء الله ان تستمر في اقفال المزاد، ونشوف وضعيه افضل خاصه مع الاقفالات، ويكون هناك شراء ممتاز على اكثر من شركه قياديه، وخاصه لما نلاحظ ان الارتفاع كان بكميات اقل عكس البيع، البيع كان كبير جدا بكميات كبيره، اليوم البيع لا، اليوم الشراء بكميات اقل. نتمنى ان شاء الله مشاهدينا الكرام باقفال المزاد ترتفع الكميه وترتفع القيمه التداول، حيث انها اقل من المعتاد في الايام الماضيه. نذهب مباشره ونشوف ونرصد التحركات الاخيره لاقفالات المزاد خاصه على الشركات القياديه، ونبدا بالوطني اللي هو قائد هذه التداولات مشاهدينا الكرام، رغم وجود نوع من التذبذب اثناء الجلسه، في تذبذب الشركات القياديه، ولكن ردت وعاودت الصعود مره ثانيه، ولكن حاليا الوضع جدا ايجابي. والى الوطني تحديدا مشاهدينا الكرام، ونشوف وضعيه الوطني وش راح يصير عليه في نهايه هذه الجلسه، الجلسه الثانيه ايام الاسبوع، ونرصد التحركات الاخيره.
والمخرج يذهب الوطني ونشوف الوطني هل راح يتغير شيء في اللحظات الاخيره ولا لا، هذا راح يبين معي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. وارى الوطني في هذه اللحظات يطلب 841 22000 ولكن يعرض 727 301، هناك عرض كبير جدا، هناك عرض كبير جدا مشاهدينا الكرام على الوطني في هذه اللحظات. اما بنك الخليج 215 196 وكذلك الخليج يعرض 109000، في عروض واضحه، في عروض لكثير من الشركات القياديه في هذه اللحظات. الوطني تداوله 6 مليون و380، الخليج تداوله 10 مليون و138، الدولي يصعد اليوم ب 175 وراح يكون على 175 حتى هذه اللحظه، لان العرض والطلب يعني متقاربين جدا، في تقريبا تداوله 9 مليون و766، برجان يرتفع اليوم 191 مليونين و900، بيتك يرتد ارتداد جدا جيد 10 مليون تداوله، اخر صفقه 598 لكن معروض 559 192 ألف. بوبيان بالمنطقة الحمراء، مشاريع الكويت في المنطقة الحمراء رغم أنه كان في شراء عند مستوى 170 ولكن سرعان ما تراجع إلى 168. المباني ترتد ارتداد جدا إيجابي 646 مليون و186 مع إعلان الشركة طبعا في الصحف بأن هناك عودة لافتتاح الإفنيوز في الأسبوع القادم، هذا الأمر أعتقد أنه ممكن يكون له دور في ارتفاع المباني في هذه الجلسة. الصناعات الوطنية تملك في البنوك، مع أي ارتداد للبنوك ترتد الصناعات الوطنية بإيجابية واليوم ارتدادها جدا طيب 1.9 مليون. بوبيان بالتكماويات كذلك ننتظر اعلان النتائج الماليه لبوبيان، حيث اعلنت القرين عن انخفاض الارباح ولكن التوزيعه مثل ما هي نفس العام الماضي، توزيعه 16 نقدي، وحددت الجمعيه العموميه للقرين مشاهدينا الكرام بتاريخ 8/7 حدث التوزيع. اجلتي اليوم ترتد ارتداد جدا طيب كذلك بصعود ممتاز 684 مليونين و900، وزين كذلك بارتداد جدا جيد حتى هذه اللحظه. العرض والطلب طبعا في العروض اكثر من الطلبات، العروض اكثر من الطلبات، طبعا باقي 4 دقائق لكن احنا قاعد نشوف حاليا العروض اكثر من الطلبات حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظة العروض أكثر من الطلبات. أما بالنسبة لزين فقلنا 550، هيومن سوفت المتراجعة دينارين و600، والعرض أكثر من الطلب عند دينارين و474، الأهلي المتحد البحريني عند مستوى 180 إقفاله، لكن لحد الآن يعرض 170 766، هناك عروض، والله هناك عروض للشركات القيادية. هل تتغلص المكاسب؟ راح ترتفع السيولة أكيد، لكن هل تتغلص المكاسب؟ واضح بأن العروض أكثر من الطلبات. بنك وربا كذلك يعرض 201 35000 والطلب 4260، ميزان في المنطقة الخضراء المتكاملة يطلب 411 والعرض 412 واخر صفقة 402، تداول اليوم 11000، ماكو شيء. يعني لاحظ مشاهدينا الكرام العروض تزداد على السوق الأول، العروض تزداد على السوق الأول حتى اللحظة، ودشينا الدقيقة اللي ما فيها تغيير العروض والطلبات، دشينا الدقيقة الأخيرة اللي ما فيها تغيير للعروض والطلبات، وهذا واضح مشاهدينا الكرام في هذه الجلسة، ثاني جلسات الأسبوع المرتدة التي عكست اتجاهها بصورة واضحة. ولكن اللي قاعد أشوفه حاليا هناك ضغط بيعي واضح على معظم الشركات القيادية بقيادة الوطني وبيتك والخليج وكذلك الشركات القيادية الأخرى، يعني الضغط البيعي واضح مشاهدين الكرام على أكثر من شركة قيادية، لذلك راح نشوف هل راح تنخفض الأسعار، هل راح يكون هناك دخول في الدقيقة الأخيرة، هل تتغير الموازين في الثواني اللحظات الأخيرة. لكن السيولة أكيد بترتفع ارتفاع جدا جيد، لكن انخفاض في الأسعار ممكن تنخفض بعض الشركات مع إقفالات المزاد حتى هذه اللحظة بناء على العرض والطلب، بناء على العرض والطلب اللي حاصل معي حاليا. هنشوف معاكم ونرصد التحركات الأخيرة للشركات القيادية. طبعا السوق الرئيسي ما جينا لما الحين، لكن احنا قاعد نشوف السوق الأول، وضعية هذا السوق اللي ارتد في هذه الجلسة، لكن إخفارات المزاد فيها ضغوط بيعية كبيرة جدا. نشوف معاكم مشاهدي الكرام ونرصد هذه اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة، الجلسة التي عكست اتجاهها من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء وبقوة مشاهدي الكرام. وفي شركات اليوم ارتفعت ارتفاعات جدا إيجابية وبصعود جدا إيجابي، خاصة مثلا لما نشوف اليوم نجد الامتياز اليوم بخمس فلوس وأربعة أعشار فلس، وهي من الشركات الصغيرة في السوق الرئيسي. نجد اليوم المشتركة وضعيتها ممتازة، نجد ألافكو في شركات السوق الرئيسي اليوم وضعيتهم جدا ممتازة مشاهدينا الكرام. كذلك
نشوف السلام اليوم وضعيته جدا ممتازه، السلام 27.2 9 مليون 700 هذا بالنسبه لشركات السوق الرئيسي. في اعيان اليوم في تداول جدا جيده ونشاط واضح لاعيان في هذه الجلسه عكس جلسه الامس اللي تعانت منها اعيان بتراجعات كبيره جدا، اليوم لا ترتد ارتداد جيد مشاهدينا الكرام تقريبا نصف فلس حاليا. لاحظنا بعض الشركات كمجموعه المدينه ويعني مجموعه المدينه مجموعه جيده في الفتره الاخيره، لاحظنا فيها شراء واضح مشاهدينا الكرام وارتفاع في اسعارها وتماسك مع اول ارتداد ترتد هذه المجموعه. لكن احنا راح نعلق على السوق الرئيسي وانتظر مشاهدينا الكرام السوق الاول ونشوف ايش راح يصير في اقفال المزاد اللي باقي ثواني وراح ندش. شوف العروض قاعد تزداد على الوطني 300,000، لاحظ بيتك العروض ما زالت عند 559 290,000. طبعا الاهلي المتحد البحريني يطلب 100,000 في هذه اللحظات عند مستوى ال 195 ولكن يعرض 170,766,000. عرض كبير جدا مشاهدينا الكرام على الاهلي المتحد البحريني، عرض كبير جدا على الاهلي المتحد البحريني في هذه الاثناء. وربا العرض اكثر من الطلب حاليا 202 201، ايش راح يصير؟ لا زاد الطلب على وربا، وربا راح يقفل اقفال جيد حاليا يطلب 239,000. مع دخول اللحظات الاخيره واقفال المزاد زادت الطلبات، مع اقفال اللحظات الاخيره زادت الطلبات مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات القياديه في هذه الاثناء. نلاحظ مشاهدينا الكرام بنك وربا 203 حاليا 202، ميزان 612 600 والمتكامله 411 411 راح تعدل في اقفال المزاد. نشوف ايش راح يصير، ولكن دائما يهمنا الشركات القياديه السيوله راح ترتفع وتقفز الى 27 مليون ان شاء الله. لكن التراجعات المكاسب هل راح تنخفض المكاسب؟ هل تتغلص المكاسب؟ هذا راح يبين معي في هذه اللحظات واللحظات الاخيره من عمر هذه الجلسه مشاهدينا الكرام. نشوف الطلب قوي على السلام 27، يطلب السلام 423، طلب قوي جدا على السلام مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات واللحظات الحاسمه. الطلبات قويه جدا على بعض الشركات مثل ما قلنا السلام طلب قوي جدا. نشوف اعيان تطلب 42.88,000 رغم العرض 42.87,000، لكن اللي تفرق 10 اسهم فقط لا غير لاقفال 82.8. ونشوف ايش راح يصير في بعض الشركات الاخرى، ارزان راح تتراجع اكثر، ارزان راح تتراجع اكثر بعرض واضح في نهايه هذه الجلسه. بيت الاوراق الماليه لا وضعيته جيده ما راح يتغير شيء 37.5. ونشوف اللحظات الاخيره والحاسمه من عمر هذه الجلسه، الجلسه الارتداديه، الجلسه العاكسه للاتجاه، ودشينا اللحظات الاخيره خلاص دشينا اللحظات الاخيره. ونشوف ايش راح يصير، مركز سلطان راح يرتفع في هذه اللحظات، نلاحظ الدخول واضح على مركز سلطان. نشوف الشركات الاخرى بترو جلف لا تغيير مشاهدينا الكرام، رمايه عدلت كانت متراجعه لكن تعرض رمايه حاليا العرض واكثر من الطلب، لكن لا الطلب اكثر لكن راح تستقر، استقرار راح يكون عند 13.5. نشوف ايش راح يصير في اللحظات الاخيره، ها هو الاقفال. لا نستبق الاحداث، الوطني ب 14 فلس زاد الشراء الوطني، زاد الشراء الوطني وارتفع اكثر. نلاحظ الخليج 3 فلس ارتفاعا، الخليج الاهلي ب 3 فلس ارتفاعا، المتحد باستقرار، الدولي 3 فلوس ارتفاعا، برقان فلسين، بيتك ب 10 فلوس ارتفاعا. ونشوف بعد بيتك عندي بوبيان مستقر، اجوان في المنطقه الخضراء الكويتيه، المنطقه الخضراء الخصوصيه على تراجع، مشاريع باستقرار، ارزان بتراجع 14 فلس، المال بارتفاع، اعيان بارتفاع، والسلام فلس و19 فلس ارتفاعا. نشوف المغاربيه بارتفاع، الامتياز بارتفاع، عقارات الكويت كذلك بارتفاع، وطنيه عقاريه، المباني بارتفاع ب 4 فلوس، وبعد المباني عندي المستثمرون على تراجع، اعيان العقاريه ب 60 فلس، مدينه الاعمال على تراجع، منازل بتراجع، والصناعات الوطنيه تتراجع بثلاث فلوس، واسمنت الكويت فلسين، بوبيان بتكماويات 7 فلوس تراجعا، نلاحظ القرين بتراجع ب6 فلوس، واجيلتي بارتفاع 9 فلوس في نهايه هذه الجلسه، وزين ب6 فلوس ارتفاعا مشاهدينا الكرام، تنظيف فلسين 14 فلس، المعامل بارتفاع من مستوى 305 تسجل مستوى قياسي، المعامل مشاهدينا الكرام المشتركه بارتفاع ب4 فلوس، الافكو ب4 فلوس، الجزيره على تراجع ب6 فلوس، ولوجستيك المتراجعه وارتفاع للدانه، واستقرار الاهلي المتحد البحريني، ونلاحظ بنك وربا على تراجع بفلس واحد، والمتكامل بتراجع 5 فلوس، ميزان بارتفاع، زين ب6 فلوس. هالشراء اللي بعد المزاد، الشراء على سعر الاقفال حاليا، الاهلي الكويتي بارتفاع 3 فلوس، الدولي بارتفاع 3 فلوس، والشراء واضح مشاهدينا الكرام بسعر المزاد، ولكن تغلصت المكاسب للسوق الاول، حيث يرتفع السوق العام ب 45 نقطة و19 نقطة ويكسر حاجز الاربع 5000، بعد ان كنا 5004 صرنا 4997، يعني فقدنا تقريبا 7 نقاط،
7 نقاط فقدناها بإغفال المزاد بالنسبة لمؤشر السوق العام، لكن الكمية المتداولة زادت إلى 122 مليون و400 والسيولة 26 مليون و800 مثل ما قلنا تقريبا 27 لم ما تفرق حوالي 130 ألف عن 27، نصيب السوق الرئيسي 4 مليون و126 المرتفع في هذه الجلسة ب 13 نقطة و6 أعشار النقطة بعد كان 14 وشوي، ولكن ارتفاع السوق الأول بعد أن كان 75 نقطة يرتفع ب 62 نقطة ل 5409 بقيمة تداول 22 مليون 776. يعني مشاهدينا الكرام الوضع جيد في البداية، حتى الحين لما قاعد أتكلم تطلب مثل وطني يطلب على أقفاله، بعض الشركات قاعد تطلب على أقفالها مشاهدينا الكرام، أكثر من شركة قاعد تطلب على أقفالها، وعدلت بعض الشركات في المنطقة الحمراء عدلت وضعيتها، مثل مشاريع كانت المنطقة الحمراء استغرت، ولاحظنا المتكاملة كانت متراجعة أكثر، تراجع شيء بسيط 5 فلوس بعدين كان متراجع حوالي 8 فلوس. بعض الشركات الاخرى يعني وضعيتها يعني استغرت استقرار جدا جيد، لكن الوضع العام مشاهدينا الكرام هو ايجابي بعد يعني تراجعات حاده في الفتره الاخيره، بعد تراجعات كبيره جدا، بعد انخفاض في الاسعار في جلسه الامس وجلسه الخميس الماضي، اليوم السوق يعكس اتجاهها بصوره ايجابيه. نتمنى الاستمراريه ان شاء الله في جلسه الغد، ونتمنى التوفيق للجميع وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافيه. مشاهدينا الكرام تابعنا معكم ثاني جلسات هذا الاسبوع، شفنا هذه الارتدادة على مستوى الشركات القيادية، قطاع المصارف على وجه التحديد، وكذلك أيضا كثير من الشركات، بينما شفنا أيضا من السيولة 4 مليون تتجه إلى السوق الرئيسي منعكسة إيجابا على بعض الشركات اللي طالها التأثر والتراجع من قطاع البنوك أو حتى من قطاع المصارف أو الشركات القيادية التي تأثرت في يوم الأمس. يسعدنا أن يكون معنا عبر سكايب ضيفنا الأسبوعي وهذه الوقفة الأسبوعية لقراءة وتحليل جلسة وارتدادة هذه اليوم المدير التنفيذي الشركة ومدير عام شركة عداء العقارية والخبير الاقتصادي الأستاذ ميثم الشخص. حياك الله أستاذ ميثم، يا أهلا ومرحبا فيك. عفوا شباب إذا تسمعوني أنا ما أسمع الصوت. إذا أستاذ ميثم أنت على الهواء تسمعنا الآن؟ اهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله استاذ ميثم، انا سؤالي لك عن جلسه اليوم، عن هذه الارتداده، وايضا عن يعني الشركات القياديه بالتحديد القطاع المصرفي، تعليقك. نعم حقيقه يمكن جلسه اليوم كان امر متوقع ان يكون هناك عمليه ارتداده. هذه الارتداده اتت بعد يعني سلسلة تراجعات، وكان وراء هذا التراجع الكل يعلم سبب إلغاء جلسة يوم الأربعاء، وطبعا بسبب ما حدث من موضوع التوزيعات الخاصة في البنوك وما دار حول هذا الموضوع. وبالتالي اليوم مع يعني الأخبار الإيجابية التي تداولتها بعض الصحف بأن هناك توجه لبعض البنوك بأن يكون هناك استمرارية التوزيعات على الشكل النقدي، ولذلك استبشر يمكن المستثمر خيرا في مسألة العودة مرة أخرى، وهذا ما أدى يمكن إلى عمليات الشراء المكثفة على قطاع البنوك تحديدا، يمكن باستثناء سهم إجلتي الأكثر تداولا، الخمس شركات الأكثر تداولا كلها في قطاع البنوك، بيتك والوطني والأهل المتحد والدولي، كل هذه البنوك يمكن سجلت نشاط كبير في القيمة المتداولة. إجلتي يمكن في المرتبة الرابعة أتت، لكن طبعا بسبب الأرباح والتوزيعات والجمعية العمومية، لكن بشكل عام أعتقد بأن قطاع المصارف سيستمر بقيادة السوق، سيستمر باستحواذه على معظم السيولة خلال الفترة القادمة حتى مسألة الترقية ومسألة شهر نوفمبر القادم في مسألة الترقية لـ MSCI. قطاع البنوك يستحوذ على النسبة الأكبر في وزن هذا المؤشر. ممتاز، هذا بالنسبة لقطاع المصارف وأيضا الشركات القيادية في السوق الأول. ماذا عن السوق الرئيسي؟ ماذا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي أيضا تأثرت في جلسة الأمس؟ الصوت عفوا إذا ممكن إعادة السؤال. أسأل عن السوق الرئيسي أستاذ ميثم، وعن أيضا الشركات فيه ونشاطه مقارنة في الحديث عن الشركات القيادية. طبعا السوق الرئيسي كان يمكن تداولاته في شهر رمضان جدا منخفضه، يعني تداولاته يمكن لا تكاد تصل الى المليونين دينار، لكن خلال جلسات بعد شهر رمضان نشط بشكل كبير ووصل الى اضعاف هذا الرقم، يمكن ضعفين هذا الرقم.
اليوم يمكن المتوسط الطبيعي للسوق الرئيسي هو 4 مليون، اللي هو تداول نفس تداول جلسة اليوم. يمكن تأثر أيضا نفسيا بالأوضاع في الأسبوع الماضي، لكن ينفض كثيرا الارتباط ما بين السوق الرئيسي والسوق الأول عادة، لأن كثير من الشركات يمكن دون الميت فلس، وبالتالي يعني المضاربة عليها شديدة. الأمر اللي يعني بعد شوية هذا السوق بشكل عام على التداولات النشطة، باستثناء بعض الأسهم هنا وهناك. يمكن هناك يمكن ثلاث بنوك أيضا مدرجين في السوق الرئيسي، لكن هذه البنوك يمكن حتى نشاطها في السعر وليس النشاط في القيمة المتداولة بشكل عام. لذلك أعتقد بأن يعني السوق الرئيسي مقبل على نشاط يمكن استثنائي نوعا ما، لكن بشرط أن يكون هناك استقرار إلى نشاط جيد في السوق الأول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأوضاع الراهنة ويعني أزمة كوفيد 19 لا تزال يعني في أروقة هذه الشركات، ولا تزال هذه الشركات متوقفة عن الأعمال. لذلك البيانات المالية عندما تعلن، أنا أعتقد أن خارطة الاستثمار في البورصة كلها ستتغير سواء في السوق الرئيسي أو في السوق الأول. لكن تبقى أن مسألة المضاربة، ولو أن المضاربة في السوق الرئيسي يعني محدودة بقيمة معينة، لكن هي أقل مخاطر من السوق الأول في الوقت الحاضر، ليس بشكل عام لكن في الوقت الحاضر، لأن مارجن أو هامش التغير وهامش السعر ليس بالكبير مثل ما هو موجود في السوق الأول. نشوف في بنوك تصعد 10 فلوس 14 فلوس 15 فلوس وتعود مرة ثانية في هذا المستوى، وطبعا يعني كنسبة وتناسب 4% 3% ارتفاع وانخفاض هذه الأسهم في السوق الأول، مقارنة في يعني هامش تحرك في السوق الرئيسي أقل بكثير. لذلك المخاطر اليوم يمكن أقل في الأزمات عادة، المخاطر الأقل هي اللي تكون يعني أقرب إلى المستثمر. في الأوقات يعني الأمور طيبة والأمور جيدة والاستثمار مرتفع، يكون المخاطر مرتفع في بعض الأسهم، لكن التداولات تكون مرتفعة أكثر لأن البحث عن الإيراد والأرباح في هذه النوعية من الأسهم. ممتاز. بالنسبة للحذر وأيضا الترقب، إلى أي مدى سيكون هو يعني المسيطر لدى المتداول؟ هل المرحلة القادمة ستكون أكثر حذر وترقب من قبل المتداولين؟ حقيقة يمكن مسألة الأزمة، هل نحن يعني السؤال مثل ما تفضلت حضرتك، هل نحن انتهينا من هذه الأزمة؟ أنا أعتقد عالميا لم ننتهي. الآن في حديث لا ندري يعني مدى صحته، أن هناك ربما تكون موجة ثانية أو موجة ثالثة وهكذا. حتى يقف يعني الجانب الصحي أو نقول السلطات الصحية تقف بشكل كبير على مثل هذه الأزمة وتكون سدا مانعا للمجتمعات، أنا أعتقد أن الاقتصاد هنا مرتبط بشكل كبير لهذا الشق. ومن ضمن هذا الأمر اللي هي الأسواق المالية أو رأس المال أو هي البورصات. لذلك أعتقد بأن السوق مرشح إلى التباين أكثر، مرشح إلى الشد والجذب. هناك حالة من التفاؤل تأتي في المراحل، المرحلة الثانية الآن يعني احنا الاسبوع القادم ان شاء الله التوقعات تشير الى ان انتقالنا من المرحله الاولى الى المرحله الثانيه بات قريبا، وان شاء الله يعني يتم الاعلان عنه ان لم يكن هناك حركه سباقيه. لا نحن ننتظر تعليمات مجلس الوزراء في هذا الشان. فبالتالي المرحله الثانيه انا اعتقد ستكون اكثر تفاؤلا في البورصه، لكن كلما اقتربنا من البيانات المالية، وهذا يمكن ما يزعج الكثير من المستثمرين والمتداولين، بأن البيانات المالية المرتقبة لن تكون جيدة، لن تكون يعني أفضل من عام 2019. حتى البنك الدولي والصندوق الدولي يعني رشحا بأن يكون هناك تراجع في نمو الاقتصاديات العالم، ليس فقط في دول معينة، كل العالم هناك تراجع في نموها. يمكن الأكثر يعني أو الأفضل أداء في مستوى الاقتصاديات سيكون في آسيا. لكن احنا أعتقد أن أيضا جانب أسعار النفط وتراجع أسعار النفط في فترة من الفترات أدى إلى
خلخلت أوضاع الموازنات العامة للدولة، لذلك هذه كلها انعكاسات سلبية ستكون على البورصة. لكن التفاؤل في عودة الأعمال وسرعة عودة الأنشطة والأعمال لربما سيطغى في فترة من الفترات في البورصة، لذلك الحذر مثل ما تفضلت في سؤالك، الحذر والترقب للأحداث يجعل المستثمر أقل حضورا في البورصة. لذلك نشوف اليوم قيمة التداولات بدأت تنخفض حتى مع الارتفاع، تراجع في القيمة المتداولة خاصة في السوق الأول. شكرا لك ويعطيك العافية المدير التنفيذي ومدير عام شركة عدرا العقارية الأستاذ ميثم الشخص على هذه القراءة وعلى هذا التعليق على ثاني جلسات هذا الأسبوع، ولا هذه ارتدادة للشركات القيادية ومكونات المؤشر الأول وأيضا المؤشر الرئيسي. كل الشكر لكم مشاهدين الكرام ومتابعين برنامج المؤشر، نلقاكم إن شاء الله على خير لمتابعة تداولات يوم الغد. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.